المهرجان طال مدة 10 أيام، كانوا سهرات حلوة، حضور جماهيري مكثف، الجمهور حضر معنا واستمتع في البرج الأثري المزيان اللي هو يتسمى النخاع شوكي متاع مدينة الحمامات، واللي شهد 10 سهرات حلوة برشا، وكانوا سهرات متنوعة ومختلفة، فما الإنشاد الديني، فما الطربي، فما اللباس التقليدي اللي نور زاد البرج هذايا باللباس متاع الحمامات المبتكر، كذلك سهرة حلوة برشا مع الفنانة شهرزاد هلال، النوع الطربي موجود، الغناء التونسي القديم موجود، العباد جات وسهرت وتمتعت معانا، كان نجاح يتسمى النجاح للدورة الثانية اللي هو مهرجان فتي، نجح بالجمهور اللي حضر وشجعنا وحضر وبكثافة.